الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيح هي ونزل مع كتاب الجهاد والسير، قال رحمه الله: باب من تكلم بالفارسية والبطانة، وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس اسقاط الاثبات الاول والجماعه. قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد ابو عاصم النبيل هم اسقاط الاثبات الاول والجماعه. قال حضرت ابن ابي سفيان حنظله من السقاط. نعم. قال اخبرنا سعيد بن ميناء وسعيد بن ميناء من رجال الصحيحين اسقاط الاثبات الاول والجماعه. عليكم السلام ورحمه الله. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وجابر من السبع المكثرين عن النبي الامين، صحابي ابن صحابي اثري، وهو أنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال: قلت يا رسول الله: ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع صؤرا، فحي هلا بكم. سبحان الله. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا حبان بن موسى. حبان بن موسى من سقاط الأزبات رواه الجماعة. قال أخبرنا عبد الله. عبد الله هنا عند الإطلاق كما قلنا عبد الله هو عبد الله بن المبارك، الرجل المبارك المجاهد العالم النبيل الفقيه المحدث. نعم، الجواد الكريم. قال عن خالد بن سعيد. خالد بن سعيد من سقاط الأزبات رضي الله الجماعة. قال عن أبي سعيد. من سعيد بن عمرو أبو عنبسة. أبو عنبسة سعيد بن عمرو بن سعيد بن عمرو. نعم ماشي. قال عن أم خالد بن خالد بن سعيد رضي الله عنه. صدق جريان، أنت تتغيبين كثيرا، لما تتغيبين؟ لما تتغيبين؟ رضي الله عنها. رضي الله عنك. رضي الله عنك. رضي الله عنك. رضي الله عليه وسلم مع أبي. ماشي تفضل. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي رضي الله عنه وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة. قال عبد الله. قال عبد الله رحمه الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت رضي الله عنها: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. الله. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندر من سقاط الأزبات رواه الله جماعة. قال حدثنا غندر. غندر محمد جعفر، وهو من أثبت الناس في 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 شعبة، أو صح الناس كتابا في شعبة. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال محمد بن زياد. من محمد بن زياد؟ القرشي الجمحي أبو الحارث. نعم نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن الحسن بن علي رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة وجاء في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: إخ إخ، أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ إخوتي الكرام، هذه الأحاديث أحاديث أيضا تبين لك أنه المرء يتعلم لغة القوم، وتعلم لغة القوم لكثير من الأمور أن يتبين له أمرهم وأن يحسن التعامل معهم وأن يجيد التفقه في المحاورة معهم، وأيضا أن يأمن مكرهم، وإن كان لهم كيد أو مكر يأمن كيدهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية، قال: هؤلاء القوم لا نأمنهم. فبضعة عشر يوما كان قد تعلم أصول هذه اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ببعض الألفاظ التي تكون يعني غير عربية، تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم تلطفا، وأيضا يقترب بها أو يتقرب بها، يحدث بها الأنس والملاطفة والقرب. آمين 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 آمين. ودعاك أحسن الله عليكم وعليكم السلام وكاتب، ولزاكم الله كل خير. ولذلك قال الله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه، والله جل في علاه هو الذي يعني يعلم كل الألسنة المختلفة، هو الذي رزقهم هذا الاختلاف. ولذلك قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. نعم، معرفة اللسان مهمة جدا، تكون العاطفة واحدة. الحمد لله الحمد لله أحسن الحمد لله. وبذلك يكون الأمر كما قلت
في معرفة لسان النبي هو عدم إلغاء الإعجام، والأمر الثاني أيضا معرفة الشعور، لأنها ممكن أن تعبر عما بداخلك فيقوى الشعور. وأيضا شوف قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم، كل قوم قال أخاهم لما للحنو وللخوف عليهم، كما قال أنا النذير العريان. الحمد لله أمس الحنين، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، رضي الله عنك. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب، شوف جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، طبعا هو قال من تكلم بالفارسية والرطانة ليس في كل الحديث، لكن في الرواية الثانية على ذلك، الحمد لله أحسن الله عليك. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا، يعني شوف تصغيرا لها فقط ليكون معه 10 بهيمة لنا، وطحنت صاع من شعير، لأنه وجد بيكشف نظر، وجد أن السلام ربط على بطنه الحجر، فقال وطحنت صاع من شعير، فتعال أنت ونفر، بس أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. السؤر هنا العلماء يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. السؤر باللغة الفارسية يعني الوليمة، السؤر باللغة الفارسية بمعنى وليمة، اتخذ دعوة لطعام الناس. وقيل السؤر أيضا الصنيع بلغة الحبشة، لكن تكلمت بها العرب عربت، ولذلك قال في الحديث أكلوا وتركوا سؤرا يعني بقية من الأكل. هنا في حي هلا بكم يعني هلموا وأقبلوا إلى طعام جابر، إنه طعام مبارك، وطبعا هو طعام مبارك لأنه أراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مع المعلومة على لغة القوم، ابن مسعود كان يقول إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني أقبلوا على ذكر الصالحين، وأعظم الصالحين ذكرا تذكرونه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومن في القوم مثل عمر بن الخطاب بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقولوا فحي هلا بكم يعني هلموا أهلا بكم، أتيتم أهلا، فكان قد صنع الطعام واجتمعوا جميعا، وعجب عجاب في هذا الباب، كان يدخلون عشرات أن الإنسان أخذ الطعام وتفله وبرك فيه، فكان يدخلون زفارات، يدخلون 10 يأكلون ويرجعون، يأكلون 10 ويرجعون. وهذه أيضا من المعجزات التي ظهرت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني بأنها أم خالد لما أتت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة السن، يعني عليها قميص أصفر، والنبي أعجبه هذا القميص، منظره على النساء جميل، قميص أصفر، فقال سنة وسنة بالحبشة يعني إيش؟ يعني جميل وحسن. نعم، قال فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، يعني نهرها وزجرها أنها تأتي إلى 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 خاتم النبوة. هذا كان معلوما لدى الصحابة أنه علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبلي وأخلفي، وفي رواية قال أبلي وأخلقي، أي أنعمي، والبلاء للخير وللشر، يعني أصلا يعني ألبسي وتمتعي به ويأتيك غيره قبل أن ينتهي، قبل أن يبلى. نعم، وأخلاق الصوم معناها بالفاء أن يكتسب خلفه بعده بعد بلائه، يعني أخلفي غيره، والله تعالى يخلف عليك خيرا وخيرا وخيرا وخيرا. فقال أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي، فيها الدعاء ثلاثا، وهذا من أفضل ما يكون، وهذا أيضا من الأدب أن المرء إذا رفع يديه ليدعو يدعو ثلاثا، إذا رفع يديه يدعو ثلاثا، وهذا أدب مع الله جل في علاه، بأنك لا تزهد فيما عند الله، أنت تريد فتلح على الله جل في علاه، وتعلم أنه ما من شيء إلا بيد الله جل في علاه، فإن أردت شيئا فهو عند الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم، وفيها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن عندما أخذ تمرة، هنا حسم مد وسد زريعة، وده حديث أيضا أصل في هذا الباب، قال كخ أما تعرف أن لا نأكل الصدقة، وهذا كخ يعني أو كخ بالكسري، يعني تكون بالفتح وتكون بالكسري، كانه قالوا بأنه إذا نام فغطى كان هذا الصوت، قال هي كلمة عجمية،
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده عندما جعل التمرة في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ أو كخ كخ، أما تعرف أن لا نأكل الصدقة. وهذه كما قلت تطبيقا لقاعدة حسم المادة وسد الزريعة. قال إن آل محمد تحرم يحرم علينا الصدقة، إن آل محمد يحرم علينا الصدقة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعني يستمع القول فيعمل بأحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. لأن لا نريد زيفا ولا نريد روغانا، نريد علما، والعلم موجود عند من ينصت إليه ومن يجتهد ليتعلم. الفوائد المستنبطة: حسم المادة وسد الزريعة. المهم يكون الصدق، الدعاء من أعظم ما يكون، والصدق فيه أعظم، لأن الدعاء لا يسمع عند ربنا إلا بالصدق. اللهم ارزقنا الصدق يا رب. جواز الكلام بكلام الأجانب دون اللغة العربية تأليفا للقلوب، جواز رطن الأعاجم تأليفا للقلوب يا رب أمين. حسم المادة وسد الزريعة، هذه من القواعد المهمة جدا التي لابد أن نهتم بها. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.